وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم بنضرة النعيم وما بشروا به من الخير ففي رحمة الله هم فيها خالدون، فهم في جنة الله ونعيمها هانئون، وهم فيها خالدون ماكثون باقون فيها لا يخرجون منها أبدا ولا يموتون. وفي ذلك إشارة إلى أن العبد لا يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى لا بعمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. جعلنا الله جميعا ممن تبيض وجوههم برحمته وفضله وكرمه، اللهم آمين. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم